بنصبح على حضراتكم مرة تانية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض بقيم بتتراوح من 5 لـ 6 درجات. الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب صعيد. بالليل بقى الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد لغاية شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. انخفاض من 5 لـ 6 درجات النهاردة. امبارح كان الجو حر قوي، النهاردة الجو لا يزال حر بس مش زي امبارح، وبالليل هيكون مائل للبرودة. قول لنا أخبار الطقس إيه النهاردة؟ بالفعل يمكن إحنا بالأمس سجلنا درجة حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، وكان في ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية، وأيضا كمان كان فيه نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في بعض الأماكن، وده كان طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. اليوم هيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة في محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. الانخفاض ده هيكون بمعدل من 5 لـ 6 درجات، فبالتالي هنرجع تاني للأجواء اللي كنا عليها قبل كده، الأجواء الحارة فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري محافظات شمال الصعيد، أجواء نقدر نقول دافية في سواحلنا الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، تبقى الأجواء حارة في المحافظات الجنوبية وخاصة في جنوب الصعيد، لأن اليوم العظمى على محافظات جنوب الصعيد هتكون 39 درجة مئوية، فلسه المناطق الجنوبية فيها الأجواء هي شديدة الحرارة خلال فترة النهار، وخاصة كان ده بيكون في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. كمان فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هنرجع تاني للأجواء اللي فيها بعض البرودة، خاصة فترة الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر، وخاصة كمان في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة الأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية. بالإضافة كمان إن اليوم هيكون في فترة المساء وساعات الليل هيكون في نشاط للرياح في محافظات السواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة الكبرى. نشاط الرياح اللي هيكون موجود ده هيساعد بشكل كبير على تنصيف الأجواء فترة المساء وإحساسنا بالبرودة خلال فترات الليل. الأحوال الجوية إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية هتكون مستقرة بشكل كبير، يمكن لحد يوم الاثنين اللي جاي عظمى على القاهرة الكبرى هيكون متوسطها ما بين 29 ل 30 درجة مئوية فترة النهار، هيكون في نشاط رياح فترة المساء يساعد على تنصيف الأجواء، والشبورة المائية من بكرة إن شاء الله هتكون شبورة مائية كثيفة في بعض الطرق أو على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن بصفة عامة مش هيكون في تقلبات جوية يعني نقدر نشوفها أو تأثر على أعمال الأنشطة اليومية. بس مهم جدا ناخد بالنا، دايما بنأكد في الفترة دي من السنة على ان احنا ناخد بالنا من قيم درجات الحرارة فترة الليل، لسه في برودة فترة الليل، حتى لو خففنا فترة النهار تبقى فترات الليل. انا كنت لسه بقول لهم في اول الحلقة ان هناخد نصايح مهمة من هيئة الأرصاد الجوية علشان خاطر لسه الجو لسه مش مستقر. طبعا مظبوط بالظبط، لسه في فرق في قيم درجات الحراره بين النهار والليل بيتجاوز ال 10 وال 12 درجه مئويه في القاهره الكبرى، فعشان كده احنا بنقول الناس ممكن تخفف فتره النهار، وده طبيعي مع الارتفاعات في قيم درجات الحراره، لكن فترات الليل فتره الصباح الباكر خاصه كمان الطلاب وهم رايحين المدارس فتره الصباح الباكر يفضل طبعا الملابس الخلفيه الشتويه الخفيفه حتى لو خففنا فتره النهار. كمان طبعا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، يمكن النهارده نلاقي بعض الغبار الخفيف ناتج طبعا عن الاتربه والرمال المصاري اللي كان موجود معانا بالامس، لكن طبعا في استقرار في الاحوال الجويه، فيفضل واحنا خارجين طبعا نرتدي الكمامات ونكون في متابعه يوميه للنشرات الجويه، لان دايما الربيع معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه، التغير الكبير في الحاله الجويه من يوم للتاني دي طبيعه فصل الربيع، واحنا لسه قدامنا شهرين في فصل الربيع، فمهم جدا نتابع النشرات الجويه. طب بالنسبه للمحافظات اللي هي زي محافظات مطروح مثلا يا دكتوره منار، هل هناك برضو الاجواء يعني الرياح المحمله بالاتربه يعني شديده اكتر، ولا الدنيا شويه معقوله بالنسبه للمحافظات الاخرى؟ هي بالامس بالفعل احنا كنا حتى منوهين ان المنطقه الغربيه الصحراء الغربيه وسواحلنا الشماليه الغربيه اللي هي مطروح والاسكندريه، ان المنطقه دي هيكون عليها تدهور ورؤيه افقيه، يمكن حصل فيها انعدام للرؤيه الافقيه، ده كان بالامس
ويمكن ده كان منوه عنه، لكن اليوم الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط اثرت بشكل كبير، فبالتالي الاحوال الجويه استقرت بشكل كبير، زالت الاتربه والرمال المثاره في معظم المناطق الغربيه، وكمان انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره خلال فترات النهار. احنا متوسط درجه حراره عظمى فتره النهار هيكون ما بين 23 24 درجه مئويه، فالاجواء هناك هتكون اجواء ربيعيه بشكل كبير فتره النهار ومعتدله مائله للبروده خلال فترات الليل. طيب هل ده هيستمر شويه ولا يعني حضرتك قلتي انه لغايه يوم الاثنين، ده برضو يعني ده نفس الوضع بالنسبه لمحافظات الاسكندريه مثلا ومطروح ولا لا؟ الوضع ده في ان قيم درجات الحراره رجعت للمعدلات او اعلى من المعدلات بارقام طفيفه، ده مكمل معانا لحد يوم الاثنين اللي جاي، لكن مره اخرى مع يوم الثلاث نبدا نتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، مره اخرى يبدا يكون في ارتفاعات في قيم درجات الحراره ويكون ارتفاعات ملحوظه كمان، ومره اخرى وارد جدا يكون في اتربه ورمال مثاره، لان طبيعه فصل ربيع تكرار صحيح. المنخفضات الصحراويه اللي بيكون معاها طبعا نشاط رياح مثير للرمال والاتربه، فعشان كده احنا بنقول نتابع النشرات الجويه، فاحنا لحد يوم الاثنين اللي جاي الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه وخاصه كمان في المحافظات الشماليه، احنا كافه المحافظات الساحليه درجات الحراره فيها معتدله فتره النهار واجواءها اجواء ربيعيه، وكل طبعا ما تقدمت للمحافظات الجنوبيه كانت درجات الحراره اعلى، ويمكن هي محافظات جنوب الصعيد هي اللي لسه عليها ارتفاع في قيم درجات الحراره، وده مكمل معانا خلال الايام اللي جايه كمان. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا. تعالوا دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة العظمى 30 والصغرى 18 وفي العاصمة الإدارية 30-17، الإسكندرية 24-16 والعلمين الجديدة 23-17، مطروح 23-15 ودمياط 25-16، بورسعيد 23-17 والإسماعيلية 31-18، السويس 30-18 والعريش 27-16، كاترين 27-11 وطوبة 30-20، حلايب 30-25 وشلاتين 34-23، شرم الشيخ 35-22 والغردقة 34-21، الفيوم 33-17 وبني سويف 32-17، الوادي الجديد 36-19 وأسيوط 34-17، سوهاج 35-19 وقنا 37-20، الأقصر 38-21 وأسوان 39-22.